انا والله ما لقيت فين نمشي، وكنحسبكم بحال عائلتي. عائلتك والله الا عائلتك، مرحبا بك. غير هو اللي سمحتي ليا، دابا ملي هو باغي بنته علاش ما تجلسيش معاه وتلقاو حل؟ لطيفه، حسام ماشي قد المسؤوليه، كيبغي غير راسو. حسام يرمين رقيه حيت قالوا له جيبها، باغين ياخذوها مني هو ما باغيهاش. ياك وشوفت قلت الحياه، ما كانش باغي البنيه، ومن اللي مو ومراته بغاوها عاد ما تدي فيها راجل. ايه عمرو سول فيا، عمرو فكر يشوف واش الولد ولا البنت باقيين حيين ولا ماتوا ولا واش نصرالي. ايوا بنتي اش غادي نقول لك؟ هذاك حسام راه واحد الجلاخه منه ما كان، وراه انت كتعرفيه اكثر مني، ما محتاجاش باش انا نعاود لك عليه. وانا انت كتشوف الله يرضي عليك ما باغي معاه مشاكل. مختار شمن مشاكل؟ اصلا ما طيحش له على بالو البنيه عندنا. الله يهديك يا لطيفه، باش تيجي غدنا ملي جا معاك اش دار لينا هنا؟ ايه ولكن شكون غيقول ليه البنت عندنا؟ ماشي شغلنا حنا في داكشي، هذاك السيد ما صلحش ليا ما يصلحش ليهم، عندي ما ندير المشاكل. ماشي وقت الوقت بابا، الله يعطيك الصبر. انا ندخل صيام ترتاح شويه على ما تكملوا نتوما. كيف فين غادي بالبنت؟ خليها حدا ما الله يرضي عليك. بابا ما عندها علاش تسمعي الهوات. اجا بنتي اجي. لا خليها انا ندخلها ترتاح معايا وانتم هضروا على خاطركم مع بابا. خليها سيري يلا اعطيها شي حاجه تلعب شويه ورديها لما الله يرضي عليك. صافي يا بابا واخا. مختار اش كاين؟ اش فين فين اش؟ ما نايتش خليني يبارك نعس مالي دجاج ولا؟ نوض بغيت نهضر معاك واه. ها هو يا لطيف.